وللمتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف. أستاذ جمال، بعد التحية، هناك مطالبات مصرية وعربية بالانسحاب الإسرائيلي من لبنان واحترام سيادة الدولة. إسرائيل من جانبها تتقدم بمطالبات وصفت حتى من قبل مسؤول أمريكي بأنها غير مقبولة. هل تبقى إسرائيل في رأيك على تعنتها مثلما فعلت سابقا في قطاع غزة؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي للمتابعين المشاهدين. من المؤكد ان اسرائيل تحاول لان تجد اتساع في دائره الصراع، وتجد ايضا في لبنان جبهه ايضا تنفذ من خلالها هذا الغرض، وبالتالي نجد يعني اصرار من الجانب الاسرائيلي على انتهاك سياده لبنان والاستمرار في العمليات العسكريه تجاه لبنان، وهذا في الحقيقه امر غير مقبول، ويؤكد كما كنا نتحدث النوايا الاسرائيليه المتعلقه باتساع دائره الصراع والتهام الاراضي العربيه، ومن ثم تاتي ايضا المواقف التي نراها اليوم سواء طبعا من الدولة المصرية أو من جماعة الدول العربية لتؤكد على نقاط مهمة. أولى هذه النقاط عروبة لبنان، لأن لا يمكن أن ينجذب لبنان إلى الاستقطابات الدولية خارج الأطراف العربية وينساق إلى ديمومة الصراع الإقليمي والدولي، ومن ثم يحدث ما يمكن أن نسميه إفشال لبنان، وهذا أمر خطير للغاية خاصة مع تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في الداخل اللبناني، وبالتالي لبنان لا تتحمل المزيد أيضا من تبعات الصراع الإقليمي وتحمل هذه التبعات سواء على صعيد. بالتالي التأكيد المصري اليوم من خلال طبعا اتصال وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي برئيس البرلمان اللبناني، أو من خلال زيارة الأمين العام الأمين العام لجامعة الدول العربية أيضا إلى بيروت، كلها يعني بها رسائل بالغة الأهمية أن الموقف العربي والموقف المصري صامد مدافع عن لبنان ويدعم لبنان سواء على الصعيد السياسي أو الإنساني. أما على الجانب الإسرائيلي فيجب أيضا أن يكون هناك وقفة من خلال بقى هنا التنفيذ الصارم لقرار 1701 الصادر عن مجلس الامن من قبل، وان يكون هناك دعما دوليا للمنظومه الامميه في هذا التوقيت، لان ايضا المنظومه الامميه في اختبار صعب للغايه داخل لبنان الان او على الشريط الازرق في لبنان الان، ويجب احترام كل القرارات الدوليه، وطبعا نحن امام طرف اسرائيلي طوال الوقت يضرب بالقرارات الامميه عرض الحائط، وهذا ايضا يتطلب ان يكون هناك محاسبه جاده من الجمعيه العامه للامم المتحده لعضو في هذه الجمعيه يطيح بكل القرارات ولا يريد الانصياع لهذه القرارات الأممية. نعم، ما الذي سيختلف في الموقف الأممي؟ يعني ما الذي يعول عليه في اتخاذ موقف حازم من قبل المنظمة الأممية؟ ما يمكن التعويل عليه الآن هو النظر بشكل عام لتحركات الجانب الإسرائيلي في المنطقة. نعم. وأن الجانب الإسرائيلي لا ينصاع لأي من قرارات مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية أو غيرها من قرارات في هذا السياق، وبالتالي هنا نتحدث عن يعني صدام مباشر ما بين الجانب الإسرائيلي وبين المنظومة الأممية، ومن ثم لا يمكن السكوت على هذا الصدام، بل يجب أن يكون هناك قرارا وتحركا عاجلا داخل أروقة الأمم المتحدة لإيقاف الجانب الإسرائيلي عند هذا الحد، لأن أيضا هذا يعرض المنظومة الأممية بشكل عام إلى الكثير من المخاطر ويحرك صورة المنظومة الأممية أمام المجتمع الدولي، وهذا أمر مرفوض رفضا باتا. يجب أن تظل الأمم المتحدة هي المظلة التي تحتوي الجميع، وأيضا أن يكون هناك احتراما من كافة الدول الأعضاء لقراراتها الملزمة وحتى قراراتها الغير ملزمة. هناك أيضا حتى في قرارات الجمعية العامة الغير ملزمة يجب أن يكون هناك، وهذا ضمن العرف حتى في المجتمع الدولي، أن يكون هناك احتراما لهذه القرارات، ولكن نجد طرفا إسرائيليا لا يحترم أي من القرارات، وبالتالي يجب أن يكون هناك محاسبة وأن يطرح سؤال لماذا تظل إسرائيل حتى الآن عضوا في هذه المنظمة الأممية ما دامت ولن تحترم هذه القرارات الأممية. أشكرك الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف.